People of the Books, ناس البواطنة مرحبا بكم. دوزيام اي ديرني ليفر مشوار ديالنا على مالك بن نبي. الإرادة هي تقديم الوسائل الاصطلاحية لو شون كونسيبتويل اللي قدمه مالك بن نبي في عالم السوسيولوجيا اي بلوز اكزاكتومون لا ديسيبلين اللي نقولوا طورها هو لا بيو سوسيولوجي، تصور كل بيئة اجتماعية على ناحية هيكل إنساني. الإنسان معيار كل شيء، ما هو موجود وهو ما غير موجود. هذه الفكرة ماشي تاع ابن نبي، ريكوبيراها نقولوا من التوحيدي قبلوا من بروتاغوراس، وهذا يدلنا باللي الأفكار تمشي عبر الزمن وكاين أشياء أزلية تدوم immuable منذ بدايه الخلق. في هذا الفيديو راح نشوفوا كتابو فوكاسيون دي الاسلام، هذا الكتاب اللي مكتوب سنه 1954 one more time، يقدم لنا عباره كيما نقولوا فصلين يهمونا بالناحيه، هو لو فينومين سيكليك اي الظاهره الدوريه، كيفاش حضارات تصعد تاخذ من اللي كيما نقولوا instability ensuite تنزل المرحلات الثلاثة تاع أي حضارة، وهذا recuperation مرة تانية من عند ابن خلدون. والفصل الثاني اللي يهمنا وهو الرجل ما بعد الموحدين لومبوستا المواد، وهي كما نقولوا كامل لا تيوري تاع مالك بن نبي اللي محطوطة في هذا الفصل، بمعنى أن الرجل ما بعد الموحدين هو الرجل اللي عبر الزمان والمكان، أي من 1200 من سقوط دولة الموحدين ولا خاصة أنسويت بعد سقوط غرناطة ولا سقوط بغداد، هي الفترة أين الحضارة الإسلامية زالت، وكل ما جاء من بعد من مملوك ولا دولة عثمانية عمرها ما حيكون عندهم الازدهار اللي كانت عندهم الحضارات الأولى. سو كانت نهاية الحلقة الحضارية، ما يدخلنا في مرحلة الرجل ما بعد الموحدين. نبدأ في الفصل الأول تاع مالك بن نبي، وهو لو فينومين سيكليك الظاهرة الدورية اللي قلنا ريكوبيريها من فكر تاع ابن خلدون، وهو مفكر حضارة وخاصة مفكر الانحطاط. ما يطرح المشكل على ابن خلدون اسكو جا قبل وقته ولا جا بعد وقته ما على بالناش، لكن عطانا واحد لا ماتيار من فهم الحضارة اللي ريكوبيريها مالك بن نبي انطلاقا من القرن العشرين على محاولة فهم وعلاش نحن تحت ظل الاستعمار، وعلاش الحقبة تاع القرن 15 إلى القرن 20 العالم الإسلامي ما قدم فيها حتى شيء في عالم الأفكار، في عالم الأفكار تتدير من ابن خلدون إلى فرويد القرن 19 ما قدمنا والو. واش صرا من ناحية دي، من ناحية الأشياء ومن ناحية الأشخاص اللي شفناها هو هيكل يشوف تاعه التصور تاع البيئات الاجتماعية، كيفاش ولت هذه المجتمعات تحت ظل قابلية للاستعمار تاع الريح اللي يجي يديك، سيتادير وين راك انت. وش يهمنا وشفناه ديجا هي بداية كل حضارة عندها كمومون دو نيسونس أي لحظة ولادة، هي لامبلونطاسيون تاع هذيك الفكرة القوة لي دي فورس. حينما يأتي الإسلام ويفك ما كان هي البيئة الجاهلية ويأتي ببيئة جديدة بلو سان بوكو بلو راسيونال وأكثر إنسانية، راح يصرى واش صرى، أي ازدهار حضاري تاع قوم عمرو ما كان في التاريخ، أي إدخاله في سكة التاريخ دون لو سونس دو ليستوار. وهذا المشوار الحضاري بور بن نبي كاين مرحلة بري سيفيليزاسيون ما قبل الحضارة، حينما تجراف تلصق هذه الفكرة القوة، وهذه البيئات الأوروبية ولا في آسيا ولا غيرها من المناطق وين كاين ازدهار حضاري، يصرى مرحلة انطلاق لا فورس موتريس وين يكون ازدهار، وهي يسميها مرحلة الروح، تأتي من بعد مرحلة العقل لا راسيوناليتي ما يدفع كل حاكم أن يبحث على الوسائل يثبت روحه في الحكم، إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الغريزة، رجوع الأفراد إلى الغريزة أو زانستان لو طون دي زانستان، وهي مرحلة الانحطاط، ما يجعل كل فرد في بيئة عدو محتمل والتعايش يستحال. هذه من ناحية الحلقة الدورية تاع الحضارات كيفاش يتصورها بن نبي. في الفصل الثاني ويهمنا هو الأكثر، وهو فكرة الرجل المنحط، فكرة الرجل القابل للاستعمار ولا إذا حبيتوها نسمحها بزاف القابل للاستحمار، وهو الرجل ما بعد الموحدين. على فكرة الرجل ما بعد الموحدين بور بن نبي الرجل المسلم ويكتب هو سنة 1954، الوضعية ديالو لا تفكر في 1954، تفكر في 1400، أي تفكرها في الوقتية والزمن تاع الحضارة الإسلامية، أي في الزمن الهجري. إحنا دوك الوضعية ديالنا رانا في 2021 جسديا، لكن روحيا ذاتيا بسيكولوجيا رانا في 1443.
كدير إسقاط على كيف كان العالم الأوروبي في 1443، كاين تشابه تدير لبوشي نحرقوا عباد في نورم توكين بعض. على فكرة الرجل المنحط هديه تاع الانطلاق المواصلة عبر الزمان يفسرها بفكرة واحدة وهي ليريديتي سوسيولوجيك كما كاين اون ليريديتي جينيتيك، أي الميراث الاجتماعي والميراث البسيكولوجي تاع البيئات في الدراسة تاعهم لا بليبار دو طون يهمش. بصح هذا الشيء يعبر الزمن كيما لا جينيتيك. اونكور اون فوا الانسان معيار كل شيء، اللي صرا في زمان على الفرد تقدر تعموه على المجتمعات. بما أن هذا الرجل المسلم منذ سقوط الحضارة الإسلامية أصبح رجل منحط، وهذا الرجل المنحط لومبوس تالمواد عبر الزمين بواحد المايند سيت، واحد اللوجيسيال في راسه وهو لوزر مايند، حشيشة طالبة معيشة. وكي تشوف الحقيقة بحجة ثالثة الوضعية الحقيقية تاع البيئات الاقتصادية في العالم الإسلامي ولا بلو بريسيزيمون في الجزائر، بالنبي قسم يقول لك كاين صنفين، لومو ناتورا اي انسان ربنا كما خلقتنا عنده غير هذاك اللباس غلط اللي راهو لابسو، ما عندناش ما عطاولناش ما خلاولناش حقرونا وما يخصناش ما عندناش وما يخصناش، وعندك لومينوس ابنس اي الرجل النصفي في كل شيء، جميع حاجه يديرها يحبس في النص، اذا ديمارا سبور يحبس في النص، اذا حل حانوت يبقى في النص، جميع حاجه نصفيه. حتى مبادرات الاجتهاد هي تعبير للانحطاط الوجودي اللي راك فيه، تقدر تمبورتي بورسيلانوزا ولا كامل لي كومبوزون تاع لي موبيلي اللي كاين في الاسبان، بصح امبوسيبل تشيد باطيمه كيما في اليكونت سبحان الله العظيم، ماشي حاجه كبيره، ماشي كاع حاجه كبيره. حتى اذا استوردت كل الماديات والافكار كيف كيف تقدر تستورد كل الافكار اللي حبيتها من البيئات قد تقلعها من جذور ديالها، المشكل الجذور خلاتهم في البيئه هذيك وما تسائلش لادابتابيليتي تاعها الى البيئه اللي راك حتجيبها. وان مور تايم ناكد على النقد في هذا الكتاب اللي قدمه مالك بن نبي للحركه الاصلاحيه ما كانت في المشرق ولا ما كانت في الجزائر، حينما لاكيتي خانت الفكرة تاع حوس على الواجبات ديالك ما تبحثش على حقك، حوس على المال لازم انت تقدمه الى وطنك ماشي وطنك واش يقدم عليك، ودخلت الحركة السياسية، اي المشكل تاع حركة سياسية في بيئة تقدس الشخص، راح نكامل يجسدوا الفكرة في الشخص اي توثينها، ما يخلق كما شفنا في الكتاب اللي فات ان ديوال ما بين المحبوب عند الجماهير ليدول الوثن نسميه والفكره، ولا بلوبار دو طون ما بين الصفصوطاء البلعاطي والمارق وما بين الفيلسوف اي صاحب المصطلح وصاحب الحقيقه اللي بكيك ماشي اللي لهيك يفوز الصفصوطاء. بلوبار دو طون سي تانسي ما يعبر عن نضج مجتمع وخاصه لا كونديسيون دي فول، وضعيه الجماهير امام الكلام، شكون يتحب اللي يحمسها اللي بلعطها ولا اللي يقول لها الحقيقه المره. وهذا الشخص المنحط كل المبادرات ديالو اللي راح يحاول ولا المبادرات اللي حتحاول تروح له راح تلقى روحها امام حيط، قدام حيط، بمعنى تعتلت حجج. سبحان الله سبحان الله، ويحكي على زمن الاستعمار وهما استحال العمل بسبب الجهل، العجز امام اي عمليه ممكن تنقي حومتك باسم الفقر، وقتل الوقت احسن من المبادره دون لا ميزور وين ما خلاونا. هما يحكي يقول لك الاستعمار ما خلاناش، والان واش يقول لك ما خل حد ولا ما خلاتناش. لا لا خويا، كاين دائما ثغره، كاين دائما زنيقه توصلك، كاين دائما طريق، لازم المايند سيت تاعك اللي راهو لوزر مايند يتبدل الى وينر مايند، هذيك لا كونفيونس الثقه اللي لازم لك باش تدخل في الدنيا، تخلق الاختلاف ما بين الرجل القابل للاستعمار، الفرد القابل للاستعمار وهو الفرد ما بعد الموحدين، إلى الإنسان اللي هو في مشوار حضاري انطلاقي. إذا الجهل حجة أمام العجز أمام العامل، أوكي، بصح الناس اللي قرات وين راهي؟ les intellectuels, les gens qui pensent, etc. alors qu'est-ce que vous faites de vos pensées? qu'est-ce que vous en faites de brioche ou de quoi? it's your job كنخبة في المجتمع. بور بنابيد العباد اللي يسميهم لي رونجور، الناس اللي تقدر تروح حتى عكس المصلحة الوطنية إلا باش تدافع على وضعية من لا بونسي بوليسي، واحد الفكر اللي ما يؤدي لا هذا لا هذا. والمشكل هي للتقدم لازم كيما نقولوا جدلية الأفكار، فكرة تجيب اختها، فكرة تجيب اختها، فكرة تصادم، لازم يكون هذاك الصدام، والمجتمعات مبنيين على لي طونسيون سوسيال،
كاع المجتمعات عندها وسائل باش تيفاكيو دوك لي طونسيون اللي يعبروا على العنف الرمزي ولا العنف المباشر. احنا ما عندناش مشكل كبير على كل حال. وإضافة على هذه القابلية للاستعمار لموضوع موجود فيها العموم والخاصة، خاصة الخاصة ستادر من النخبة إلى الإنسان اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب وما عندوش منبه وش يلبس حاجة نقية، يزيد لها اون كوش تاع ان كومبلكس دو كولونيزي، لو كويفيسيون كولونيزاتور، الإيلاع دائما بمن استعمرك حتى بعد الاستقلال تبقى مرتبط بمن استعمرك. شكون سندروم دو ستوكهولم؟ إذا ماشي سندروم دو ستوكهولم سيتادير تقع دائما مربوط. كاين واحد لوليا في التاريخ 130 سنة ما يتمحاوش هكذاك برك، إذا نحكوا على الجزائر بصح يرجع لك إلا فاسيني بما عنده من سطحيات من أشياء. ما تروحش تحاول تفهم كيفاش هاد الكاميرا اللي راهي اون فاصليات تخدم، تحوس برك كيفاش تكسبها. وفي زمان زبل الدنيا اي الورقة، المهم عندك الكاش تجيبها. بصح العلم والمعرفة اللي لحقت الياباني يخدم هذه الكاميرا امبوسيبل تجيبه، باسكو انت رجل الشيء البسيط، انت رجل الشيء. بالنبي قدر التاريخ في هذا الكتاب ك اونيفولوسيون بسيكولوجيك، تطور بسيكولوجي لبيئات اجتماعية، لانطلاقا من ظهور هذه ليدي فورس وهي الاسلام في بيئة بعيدة عن شمال إفريقيا وانتشرت وحققت كما نقولوا سيطرة جغرافية على أموند كنا حيطولوا الوجودي لموند ميزولمو العالم الإسلامي، وهي إلا الجغرافية اللي فيها كما نقولوا الفكرة الإسلام بلورت بيئة ثقافية، بلورت أنا منجمو هيكلة الفضاء والوقت والأسماء والثقافات مع عادات التقاليد، أي لونيفير كولتورال البيئة الثقافية. هاد لي دي فورس كانت عندها كما نقولوا لاسونسيون ديالها في مرحلة الصعود، وسمها بالنبي مرحلة الروح، أي كل الناس محفزة ومقيدتها أشياء من القيم، أشياء اللي تدفع الإنسان على الاجتهاد في كل ما فعل. تبدأ مرحلة العقل الراسيوناليتي اللي هو حطها من بعد معركة صفين، أين دخلنا في ريال بوليتيك المصلحة السياسية. والدوم نقولوا حتى العباسيين ما قدم العالم الإسلامي من كما نقولوا من علم وكونتينويتي تاع التاريخ الحضاري للإنسانية ليكوبيراها ويذكرها سان توما داكان وديزي سلاميزا لا بونسي تاع أرسطوط ليرجعها قدمها مفكر من طراز ابن رشد ولا ابن طفيل ولا الرازي ولا عمر خيام من بعدهم في الرياضيات. سي كيما نقولوا لا باساسيون دو كونسين تاع الضمانه الحضاريه، اي عالم الافكار ريكوبيراوه بصح داروا له الطابع ديالو. من بعد سقوط غرناطه ولا بغداد ولا دوله الموحدين في الشمال افريقيا، دخلنا في مرحله ركود وهي مرحله الرجوع الى الغريزه. هذه المرحله وضعت الشخص المسلم في شمال افريقيا مره ثانيه فيما سماه بالنبي وضعيه لومبوستا المواد، الرجل القابل للاستعمار للريح اللي يجي يديه، وهو رجل الشيء البسيط، رجل الشيء يتبع الشيء لانه كل فكره مجسده في الشيء ولا في الشخص. كيف يشوزي في الشخص، الفكرة غير موجودة. بارنا كملنا كيف كيف تلخيص الفكر تاع النبي، شفنا كيف كيف لي كونديسيون دو لا رينيسانس، شروط النهضة، ولادة مجتمع، نيسانس دون سوسيتي، فوكاسيون دو الاسلام هذا اللي رانا معاه، ولو بروبليم دي زيدي دون لو موند ميزولمون، مشكلة الافكار في العالم الاسلامي. استعملنا مالك بن نبي كوسيلة منهجية تعطي الصدى وكما نقولوا ثقل لهذه الدراسة. دوك واش راحين نديرو؟ نكملوا المشوار ديالنا تاع بنابي بصح على اسقاط، باسكو اللي قريت تبعوه على بالو بلي خصنا كتاب، وهو لو فينومين كورانيك، الظاهره القرانيه. واللي قرا بنابي على بالو بلي الظاهره القرانيه ماشي محاوله دراسه الا الظاهره القرانيه كما فينومين سوسيولوجيك اي ظاهره اجتماعيه، بل محاوله فهم الظاهره الدينيه كظاهره اجتماعيه. نشوفوها كيف كيف في ربع فيديوهات اللي راهم جايين. يستحقوا غير الدعم والمواصلة. في أمان الله، على خير.